السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. يا أهلا وسهلا مشاركينا الجدد. تم اليوم الكشف رسميا عن هونداي أزيرا موديل 2023 الجديدة كليا، كما تلاحظون تحت مسمى في كوريا جرانديور، تصميم جديد، مقابض أبواب مخفية، انسيابية، تصغير الأضواء الخلفية، شكل جميل، ولا يوجد أي صور حاليا إلى المقدمة. لا تنسوا أخواني الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.